أسرتي حنا خمس شباب وبنتين، من عائلة جيدة الحمد لله ميسور الحال. كنت موظف في وزارة الكهرباء والمياه، كملت ثانوية عامة وثم توظفت في وزارة الكهرباء والمياه، ثم بعد فترة قليلة من الوظيفة اللي كنت أشتغل فيها جيت على سوريا. وقتها الطريق قلت لك كنت عندي شخص كان موجود أصلاً في سوريا، هو أصلاً كان موجود هين، فأنا تراسلت معه أساس إنه هو يرتب لي الموضوع، ف يعني أعطاني أشياء بديئية بداية. قال لي مثلاً عن موضوع الملابس، تأخذ لك كذا كذا من الملابس، البوت الرياضي كذا كذا، الساعة، يعني بعض الأمنيات، يعني تحلق لحيتك في المطار، يعني من هذه الأمور يعني البدائية. وبعدها قال لي بس توصل يا تركيا أنا أعطيك رقم، هو رقم منسق تتواصل معه، أنك موجود مثلا أول ما توصل تركيا تتواصل معه تقول أنا من طرف فلان، وثم هو يكمل فيك المسير. فعلا أخذت هذه الأغراض وشريتهم وخبيتهم في سيارتي إلى وقت أني كنت أريد أني أسافر. وقال لي يعني تاخذ تذكره تحجز من بحرين الى قطر، ومن قطر ثم تاتي الى تركيا، ما تاخذ من بحرين الى تركيا. جيت في سوريا خلاني في مكتب البحوث والدراسات. فظلت في مكتب البحوث والدراسات بحكم ان تركي بن علي هو صاحبي في البحرين، وبحكم ان اخواني اصحابي، بحكم ان البحرينيين دائما يتجمعون لحالهم، فصارت الجلسات واللقاءات والاجتماعات كلنا مع بعض، يعني ما اصلا ما عندنا احد، يعني البحرينيين يجتمعون لحالهم مع بعض. فأطلق هذا الاسم اللي أنت الآن تذكر أني مرافق الشخص اللي تركبنا عليه، وزود هذا الموضوع أني قصفت معه في نفس السيارة. أول ما أتى إلى الدولة الإسلامية مباشرة عيون إلى عيون في ديو، أول شيء كان اسم هذا مكتب البحوث والدراسات كان اسمه ديوان البحوث والإفتاء. مباشرة أول ما أتى نصبوه مفتي ديوان البحوث والإفتاء، عبارة عن كان مفتي الدولة. كنا داخلين السيارة، ركب هو السيارة، جلس في الأمام، انطلقنا شوي، تقريبا 10 أمتار أول صاروخ ضرب المحرك ضرب المحرك فتوقفت السيارة. إحنا ما الآن ما عرفت إيش الموضوع. مباشرة نظرت هيك ولا شفت الصاروخ دخل من فتحة الشباك، دخل الصاروخ ضرب راسه، تقريبا الشظايا اللي هو جات عليه كلها جات عليه بهذه الجهة فقط. ونزلنا من السيارة، أنا نزلت واللي وراي نزل، وأيضا اللي في الخلف نزلوا، انتشرنا. بعد فترة خلاص عرفنا أنه قتل. بعد تقريبا دقيقتين تكلمنا من فيها القتل فيها القتل، قالوا تركنا يعني هو الوحيد اللي قتل. في خلاف صاير، يعني مو مع، يعني ما تقول لك، انا ما اقول ان الخلاف مع ابو بكر البغدادي بعينه، اقول لك هو اصلا كان الخلاف مع اللجنه المفوضه اللي هي تابعين لابو بكر البغدادي. يعني الخلاف هو كان بين تركي بن علي مع اللجنه المفوضه اللي هم تابعين اساسا لابو بكر البغدادي. كان في نقاشات موضوع تكفير الناس بعموم، يعني ان كل العالم هؤلاء كفار، يعني اي رجل خارج مناطق هذه الدوله انه كافر. هذا هو كان محل الخلاف، وموضوع العذر بالجهل، إن هل يعذرون او لا يعذرون. صارت خلافات بين فتره طويله، مناقشات الى ما وصفت الكلمه.